التواصل يستمر أيها الإخوة المتابعون في كل مكان. هذه انطلاقة شوطنا السادس عشر ضمن انطلاقات وتحديات هذه الفترة وفي هذا اليوم مع هذا السن، سن الجذاع، سن الامتاع. نبدأ ونتعرف وإياكم على المركز الأول. هنا سيطرة، من تسيطر على المركز الأول وتسيطر على مقدمة هذا الشوط تعود ملكيتها لهجن الشحالية. تضمير السيطرة مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ننتقل إلى المركز الثاني، هنا الوطن لهجن الشحالية، حمد بن علي بن حلفان المري من يتابعها في التضمير. ننتقل إلى المركز الثالث، المركز الثالث هو وصلت هنا الضجة تعود ملكيتها لهجن الشحانية، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابعها في التضمير. أما المركز الرابعة، الرابعة تصل هنا الذخيرة تعود ملكيتها لهجن الشحانية، سلطان أو سالم بن فاران. نعم الشحانية من تحتل المركز الرابع لهجن الذخيرة لهجن الشحانية، سالم بن فاران المري من يتابعها في التضمير. أما المركز الخامس فوصول وتقدم هنا من الحقة، من تصل المركز الخامس الحقة تعود ملكيتها لهجن الشحانية تضميرها مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. نعود وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط، نرجع وإياكم إلى القيادة وإلى سيطرة. نعود وإياكم إلى سيطرة، من سيطرت على المركز الأول وسيطرت على مقدمة هذا الشوط، هذه سيطرة تسيطر بكل أريحية على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط. هذه سيطرة، سيطرة مع المركز الأول ومع المقدمة لهجن الشحانية تضميرها مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أما المركز الثاني فالتواصل والوجود هنا من الوطن، الوطن من تحتل المركز الثاني لهجن الشحانية تضميرها مع حمد بن علي بن حلفان المري. أما المركز الثالث فوصلت على المركز الثالث ضجة لهجن الشحانية تضميرها مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وعلى المركز الرابع وصلت الذخيرة، الذخيرة وصلت على المركز الرابع لهجن الشحانية تضميرها مع سالم بن جابر بن فاران المري. ووصلت هنا هيبة، تصل هيبة على المركز الخامس، هيبة من تتواجد على المركز الخامس تعود ملكيتها لهجن الشحانية تضميرها مع سالم بن جابر بن فاران المري. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، هذه النتيجة مع المراكز الخمسة الأولى المتقدمة. نرجع ونعود وإياكم إلى قيادة هذا الشوط، المقدمة والصدارة. هذه المقدمة أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، يا سلام، سيطرة سيطرة سيطرة، من تسيطر على المركز الأول تسيطر على مقدمة هذا الشوط من البداية وحتى هذه اللحظات، وهي المسيطرة، السيطرة التامة على المركز الأول. نعم سيطرة تعود ملكيتها لهجن الشحانية تضميرها مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه سيطرة مع المركز الأول. المركز الثاني، هنا المركز الثاني من تتواجد هنا الوطن لهجن الشحانية تضميرها مع حمد بن علي بن حلفان المري. التواجد هنا على المركز الثالث، هيبة وصلت على المركز الثالث، هنا على المركز الثالث من تصلنا هنا ريام، وصلت ريام، يا مرحبا بريام. تصل ريام إلى المركز الثالث لهجن الشحانية تضمير ريام مع سالم بن جابر بن فاران المري. هذه ريام، وعلى المركز الرابع وصول وتقدم هنا من ضجة لهجن الشحانية وتضميرها مع سلطان الوهيبي. وهناك على المركز الخامس أيضا شعار هجن الشحانية وتضميرها مع سلطان الوهيبي. ولكن نعود مع سيطر،
سيطر من تحتل المركز الأول، سيطر من تسيطر على المقدمة وعلى المركز الأول، سيطر لهجن الشحانية، سيطرة تعود ملكية تضميرها مع سالم، مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه سيطرة من تسيطر على المركز الأول بكل أريحية. يا سلام يا سلام على سيطرة وعلى مقدمة سيطرة وعلى حركاتها المميزة. هذه سيطرة تسيطر بكل أريحية على المركز الأول لهجن الشحانية، تضميرها مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. إذا تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز سيطرة بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت فيه أريام لهجن الشحانية. المركز الثالث تصل فيه الوطن لهجن الشحانية. المركز الرابع وصلت فيه ضجة لهجن الشحانية. والمركز الخامس تصل في المركز الخامس الحقة لهجن الشحانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوزها بالمراكز الخمسة الأولى. نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني. المركز الأول مشاهدين الكرام، هذه سيطرة من سيطرت على المركز الأول، قطعت المسافة في زمن وغدره 6 دقائق 28 ثانية 11 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية الثانية موصولة لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أما المركز الثاني فوصلت فيه أريام، قطعت المسافة في 6 دقائق 31 ثانية 26 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية الثانية موصولة لسالم بن جابر بن فاران المري. أما المركز الثالث الوطن، قطعت المسافة في 6 دقائق 31 ثانية 56 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية الثانية موصولة لحمد بن علي بن حلفان المري. Yeah.